حياة. ماي شيلدرن أطفالي. تيم عادة ساينس شغل. أكاديمي. أوكي. إحنا عملنا مشروع روبوت لفرز النفايات البلاستيكية. أنا طبعا إحنا عاملينه بدمج بين الإي في 3 والويدو بالليجو، وإحنا عاملينه علشان يفرز المادة البلاستيكية، إحنا مبرمجينه. بس ممكن ساعدك بس بقصة، مشان انت اذا بدك تحكي وانا اترجم لك، هني ما رح يفهموا عليك عربي. انت اعطيني جمل وانا برجع بترجمها بعد، يعني اتركي لي مجال بس هو كان اترجم لك. جاي قال لي برضه الترجمة ممكن إن هي تظهر لهم. لا unfortunately لا. طب خلاص سيب، وأنا دلوقتي الروبوت ده لفرز النفايات البلاستيكية، شايفة؟ Yeah, this robot, they have designed a robot for ده بيشتغل بالمستشعر، إن إحنا مبرمجينه، ده المستشعر، إن إحنا مبرمجينه أول ما يشوف المادة البلاستيكية تمام يقوم بالمهام بتاعته، ان هو يروح يجيبها ويحطها في المكان المخصص بتاعها. So yeah, this robot is designed to recognize the waste depending on sensor that categorize or capturing the light or the colors of the waste and trying to put it in the right place. Okay. ليه احنا اخترنا المادة البلاستيكية؟ لأنها خطر على البحار، على الحياة في البحار، اللي كيف هي انتو كيف ميزتوا المادة البلاستيكية؟ كيف عرفتوا المادة انها؟ البلاستيكية اللي هي بتغير الخواص الفيزيائية للماء من قلوية لحمضية، بتأدي تمام، بس الوظيفة. قصدي انتو بالروبوت كيف قدرتوا تميزوا المادة البلاستيكية بالروبوت عن طريق الروبوت؟ يعني كيف برمجتوا هذا الشيء؟ اللي احنا بنبرمج هنا البرمجه تمام، بنحط الصوره بتاعت البلاستيك بنختارها. من وين جبتوا صوره البلاستيك؟ From where did ايه؟ you get the plastic images to recognize it؟ من وين جبتوا صوره البلاستيك لحتى تميزوها؟ احنا بنحملها من على النت وبننزلها على البرمجه بتاعت الويب تمام، وبنختار هنا المستشعر، انا بقول له هتوقف شغلك اللي هي الساعه الرمليه دي، وتحتها المستشعر اللي انا حطاه في هذا المشروع، المستشعر، هذا المستشعر بيعتمد على شو؟ اللي هو بيفرز الماده، اللي هو اول ما يشوف البلاستيك يخلي الروبوت يشتغل. So they have انا بقول له هنا في القطعه دي، في الاثنين البرمجه دي، بقول له لما تشوف الماده البلاستيكيه اشتغل، قوم بالدور بتاعك انك تفرزها. هنا بقول له لو مثلا ما شافش الماده البلاستيكيه بقول له انت مش هتشتغل، اوكي طول ما بس هو ما شافش الماده البلاستيكيه مش هيشتغل. بس انا ما فهمت تماما شو هي الفكره يلي اعتمدتوا فيها على يعني انا هلا اذا بدي احط احنا عايزين نفرز يعني احنا بنوفر اوكي الوقت والمجهود ان احنا نفرز اوكي الماده بتاعت البلاستيك. اوكي بس انا يعني ما فهمت الفكره، يعني انتوا حطيتوا سنسر لحتى يميز الماده البلاستيكيه بالظبط كده، اللي هو على اساس المستشعر شو؟ ده، اللي هو المستشعر ده، بس هذا هو سنسر، يعني هذا التراسونيك سنسر صح؟ بالظبط كده. بس الالتراسونيك سنسر از يعني هو بيميز الضوء والانعكاس لا، و و و هنا في الويدو بيبيز انا حطانه الصوره بتاعت الماده البلاستيكيه، يعني مثلا يعني ايه انواع الماده البلاستيكيه اللي انت هتفرزها. اوكي سو خليني بس ترجم لهم شو انتم شغالين. They've built like a prototype for a robot. This robot is capturing or recognizing the plastic materials from the West, just to be able to like finding out what's that, what the plastic waste, and they can eventually doing like recycling this waste later on. And they claim that they have used like sensor in some platform for robotics development. This sensor can able to capturing
or to deciding on if this material is a plastic or not plastic, just classifying them. And based on that, they can do some recycling after that. But this is the main idea. They are trying to find the plastic waste amongst the other waste. Waste. Yeah. West, not west. Got it. I was very. Yeah. Thank you, my love. Yeah. فيكي تكملي. أنا بس شو اسم حضرتك؟ أنا ما بسمعك هلا. أنت muted. Yes. I don't know how to unmute it, Jake. Ask to unmute. We can't. We can't unmute it. We can unmute her. Yeah. ممكن بس تعملي أنت تشغلي الصوت من عندك. أنت حاليا الصوت مطفي عندك. يعني مايكروفون مطفي. من واجهة الزوم. تمام. Yeah. طيب. حدا من الأطفال بيحب يحكي عن التجربة اللي سويتوها؟ تمام ماشي. I'm asking her to, if anybody of the kids want to talk about the... Salim. Hello, Salim. Ahlan, Salim. His name is Salim. Yes, Salim. Salim, كيف شو اشتغلتوا بالمشروع؟ احكي لنا. احنا اشتغلنا في المشروع على اللي احنا نفرزهم النفايات البلاستيكية عشان هي مضرة بالبيئة. مثلا الإنسان بتضر بي. مثلا انت مثلا حاجة بلاستيكية انت بتستخدمهاش الا غير مرة، فانت اول ما تستخدمها اكتر من مرة ممكن تضر على صحتك، وبرضك بتغير لو ردحناها في المحيطات. رمناها في المية. لو رمناها في المية ممكن تغير من الخواص بتاعتها، من كروية الحامضية فتقضي على السمك والشعاب المرجانية. فاحنا صنعنا روبوت بيفرد. سالم بس نزل الكاميرا شوي منشان نشوف وشك، يعني نزل اللابتوب شوي كده. اها كده شفتيهم كلها؟ كلياتهم شفتهم هلا. واحنا برمجناه برضو عشان اول ما يجي يشوف في المواد البلاستيكيه يعمل، وهو برضو في الاقتصاد بيوفر لنا في العماله، وبرضو ادق في الانسان بفرز المواد البلاستيكيه. طب تعال نقول لهم للاصدقاء بشو سويت انت. سالم saying that كل واحد فيهم عمل المشروع قبل، يعني عملوا مره وبعد كده اجتمعوا مع بعض عملوه مع بعض. اوكي أيوة. سالم كل واحد علشان يعرف هو بيعمل ايه بالظبط، فهم كل واحد عمله مره لوحده وبعد كده عملوه كلهم مع بعض. اوكي سالم says that they are trying to just the same idea, identify the plastics, since the plastic will not be easily disposed or and it will be left in oceans, seas and like this. And this is the initial this is what they are talking about in this project. And they have already programmed the robot using sensors, and I'm now asking them how they programmed this the robot and what's the functionalities the robot has. And I will return back to you. Okay. And هلا بس بدي أسألكم يا أطفال. سالم أنت اشتغلت على الروبوت، شو برمجته شو استخدمته، كيف كان كيف كان التعرف على البلاستيك؟ في حدا من أصدقائك التانيين بده يحكي؟ ولا عايزة تحكي تاني؟ يعني أنت إذا بتحبي الأطفال يحكوا يلي اشتغلوا، كل واحد عشو اشتغل that's perfect، ويعرفون عن حالهم. ولا ناخد واحدة بنات المرة دي، بنات يلا بنات
تعالي واحدة صبيان واحد بنات اوكي لازم يكون في فري يلا احكي لنا بقى على البرمجة بتاعتك بنحط ايه في الاول الحاجة بنحط شو اسمك شو اسمك هلو سمعاني قولي لها اسمك ايه ماي نيم از اه هي سمعك بتقولك اسمها ريتال ريتال اهلا وسهلا يا ريتال Our friend is Rital. Okay. شو اسم البروجرام اللي عم تشتغلوا عليه يا ريتال؟ الصوت شوي عم يقطش والصورة كمان. أريد. قولي لها أنت بتشتغل على بروجرام إيه؟ لا. الروبوت اسمه إيه؟ لا. بتقول لك ويدو ويدو اه بتقول لك ويدو ويدو اسم الاسم الاسم الروبوت او اسم المنصه صح ويدو 2 ليجو ويدو 2 اه ليجو ليجو ويدو 2 اوكي اوكي ودمجنا معاها سنسورات من الاي في 3 sensors من الـ EV3 اوكي حاجات ميكانيزم كده من الـ EV3 اخذناه حطناه معاه لان طبعا الويدو ما يقدرش يقوم بمشروع كامل لوحده تمام بعدين اوكي يلا يا ريتال تفضلي بعدين الساعه الرمليه وتحتيها المستشعر هاي المستشعر منشان The sensor for sorting out the plastic. منشان نتعرف على البلاستيك. وعندي صوتك يا ريتال. عشان علشان هي لما يشوف المادة البلاستيكية يقول إن أنا حمسكها وأفرزها. Okay. It's for sorting out the plastic as we've said. Okay. تفضل يا ريتال. يلا كملي بعدين حط سرعة الموتور يلا سرعة وات سرعة شو بتقول سرعة الموتور يشتغل سرعته قد ايه الموتور يا ماشي وبعدين هتحط الزمن بتقول لك هتحط الزمن يعني هيشتغل قد ايه يلا حطي تاني الاتجاه الموتور هيشتغل يمين ولا شمال تمام طب انا عندي فكره ريتال اذا شغال الكود شو رايكم نجرب على عندكم حواليكم ماده بلاستيكيه Do you have any plastic materials around you just to في هنا to test your model and your robot okay let's see it's a plastic bottle They are trying to recognize or to sort out. Yes, recognize if it's a plastic or not. Let's see. They are already programmed the robot, built up the model and programmed it. Yeah, no, just Rital, بس على اليمين شوي زكاتك بعد Rital. بدك تقربي على النص كمان شوي لانه نحن مو شايفينك بيبدا وريها الصوره اللي عرفها بيبدا يعرض الصوره ويقول ان انا شفت بلاستيك ويبدا يشتغل طيب ممكن نجربه على ماده ثانيه غير البلاستيك ايه ماده ثانيه غير البلاستيك يعني هل هو will be confused to classify if it's plastic or not Or it will classify it correctly. يعني هل هو رح يصنفها صح يقول plastic أو إذا ما له plastic يقول not plastic. خشب مثلا الكرسي. They are trying to test their robot with other material. Okay. Show me the result. إيه؟ يعني ورجوني the result. أهو. لازم هلا. لازم ده اللي هيشتغل. عفواً. ده اللي هيشتغل. يلا.
Yeah. اللي هيمسك. عايزة حد تاني؟ بس أنا ما شفت الصورة، صورة النان بلاستيك، يعني مش البلاستيك، ما شفتوا كيف عملها classification. اللي هو يعني طلع صورة البلاستيك؟ قلتي لي إذا في بلاستيك بيطلع صورة بلاستيك، إذا ما طلع، إذا كانت ما بلاستيك شو بيصير؟ هيطلع لي صورة بس مش هيشتغل لأنه محسش بالبلاستيك. آه I got it. آه فهمت عليك. ديالي لو حسيت بمادة البلاستيك اشتغل، ما حسيتش بقى بتشتغل. أوكي آخر سؤال، آخر سؤال ليش عاملين له ذراع؟ إيه؟ هذا الذراع اللي عاملي له المقبض، ليش عاملين له مقبض؟ ذراع محط يعني حرك ما يقبض عشان يحرك البلاستيك. انتوا معناها احنا مش عارفين وشو السيناريو عشان السلوك بتاعت الطياره. شايفه؟ اوكي السلوك شكرا. انا اذا إيه ماشي رح أشرح لهم أنا وأرجع لك. في عندي سؤالين رح أرجع أسألك إياهم بس بعد ما أشرح لهم. They have tested the model. They have tested the model using a plastic bottle. And when they when the sensor is on, the sensor has just like captured like and recognized the plastic and showed like a plastic image or an image for plastic materials on the screen. And they know in this way that it is a plastic. And I have asked them just to test the model or the robot with a non-plastic material object. And they try to just test it on this case, and the model has not responded since the material was not plastic. And this is the main goal of the model and the model they have applied. And now they have like embedded such an arm just to grab the plastics things and put it in the place that's the trash for the plastic. And just now I'm asking them right now if they okay. Do you have any question you want to ask them? Just I can ask them in Arabic. I'm talking to the committee right now. Jim, you're muted. I am. I have one. I'm typing it out now. Where do they think it will be most useful? Okay. عم يسألنا جيم. عم يسألنا وين بتتخيلوا هذا الشيء يكون مفيد؟ متخيلين إنه مفيد لأنه حيساعد في جمع المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة، وبالذات البحار والشواطئ. إحنا عاملينه كمان في اللي هو ده اللي هي العجل، عجل سير مش عجل عادي عشان ما يغوصش في الرملة. فهو دلوقتي هيجمع أي مادة بلاستيكية سواء في الشارع سواء في الشواطئ. وكمان عاملينه كمان إنه ممكن ينزل في المية، يعني إحنا عاملين موتور خاص إن هو في المية. اوكي يعني مثلا ان هو اهو الموتور ده لما بنركبه المايه، عاملين الفتحات دي عشان يعوم، يعني ايه ماكينه حاجه حقيقيه في خيال الاطفال. فهماني؟ اوكي تمام. هما بيحاولوا يحلوا المشكله على قد ما بيقدروا، يعني مثلا ان هما يستخدموا عجل زي ده ان هو مثلا ينزل المايه بدل ما يجمع الشواطئ بس، لا ننزل نجمع من المايه كمان، نعوم على وش المايه كده على الشواطئ ونجيب البلاستيك لانه بيشتغل فرد الماده البلاستيكيه. اوكي هو ما يحاولوا ان هم يحدوا من مخلفات البلاستيك. اوكي يا
Jim, they have designed this this prototype just to just because we are in the Arabic countries, we do have use the plastic as the main material or main thing we use for packaging. So it's not like this here in Europe or in UK or the other countries. They depend mainly on other materials or recycled materials. In Arabic country, we mainly depend on the plastics. So they claim that this prototype can be implemented in real life just to help the persons who are responsible for collecting plastics, and that's the saving time, money, effort. In summer especially there is high degree and the work of collecting things is so hard in hot weather, such as in Egypt and the Arabic countries, other Arabic countries. So they designed this robot just to help people to collect these things in a bad conditions. Yeah. Thank you, Bushra. That makes perfect sense. Yes, exactly. عم يقول جيم إنه هذا شيء رائع وعم يعمل يعني إنه جيد جدا وفكرة جميلة جدا. شكرا لك وشكرا لك. وممكن أعرف كم طفل معاك كان عم يساعد وممكن أعرف كيف أنتوا بالكلاس؟ كلهم عملوا المشروع ده الأول كل واحد بإيديه وبعد كده اجتمعوا مع بعض واشتغلوا مع بعض. عشان يبقوا عارفين هما بيعملوا ايه. يعني بنحط الكيت قدامهم, انت اشتغل بنفسك عشان تبقى عارف, زي ما شرح لك كده وشرح لك بالضبط. لو هو مش عامل بايديه عمره ما كان هيقول لي. فهو لازم الاول يعمل بايديه ويجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما يوصل للي هو البيرفكت زي ما بيقولوا المشروع, وبعد كده يجتمعوا مع بعض ويعملوه مع بعض. يا صح, تماما. احنا جات لنا الفكره من حضورنا للمؤتمر بتاع البحار والمحيطات اللي كانت عاملاه سارة منظمة الكندية للتعليم العالمي, وكان معايا الأطفال اللي هي كانت حاضرة, فهم جالهم الفكرة من دي اللي هي اتكلموا عن مادة البلاستيك وتغيير الخواص بتاعة المية, فقعدنا نتكلم وكده وصلنا ان احنا نعمل روبوت لفرز المادة دي. تمام, جميل جدا. عم أقول كم طفل بالفريق تبعي؟ كم طفل؟ هو كلاس روبوت كامل مع بعض. جميل جدا. وشو الأعمار؟ شو الأعمار؟ شو أصغر عمر؟ من 5 سنين لحد 11 سنة. Yeah, students ages from 5 to 15 years old, and all of them have participated in building this prototype, and they got the idea after attending some a conference talking about the danger of using plastics and letting plastic unrecycled in our on our planet. Okay, so لهون تمام. Anything, Jake, you need to add, or Kelly, Jim, anything you want to say? How long have they been building the prototype? How long? قديش أخذ معكم بناء البروتوتايب مع برمجته؟ حوالي شهر. احنا في اخر وقت بعتناه لجاك لما هم اجتمعوا مع بعض وبدا يعملوا مع بعض, لان بقى لنا شهر كل طفل بيعمل لوحده لحد ما وصلنا للفكره المتكامله مع بعضها عملوا مع بعض. كنا بعتين لجاك الصور المجمعه. Yeah, it took like 1 month starting from the idea, designing and building the robot and programming the robot. And test, yeah. Makes me think of WALL-E. Sorry? You know the Pixar movie WALL-E? WALL-E. What the meaning? Robot that goes around and picks up trash
on the planet. They, the summer heat, this robot can do the work for them in that summer heat. Yeah, exactly. That's really okay. Cool. Okay. Bushra, can you tell the teacher that she should congratulate all of the students, and we were all very excited and proud seeing what they have done. Okay. جايك عم يقول شكرا لكل الأطفال الأبطال والأقوياء يلي اشتغلوا على البروجكت وهو بروجكت فاسينيتنج رائع جدا. أنا عم أقول بس جايك حابب يقول إنه كتير كان البروجكت حلو وجيد جدا أنكم عم تفكروا بهي الطريقة، جيد جدا أنكم عم تفكروا بالبيئة وكل الستودنت starting from the يعني من أصغر عمر لأكبر عمر. و good job، يعني برافو عليكم. Thank you. And thank you. طب ممكن أعرف اسمك قبل ما تقفلي؟ أنا بشرة. أنا بشرة. بشرة. ماشي أهلا بشرة. Thank you. Thank you. Bye kids. Bushra, thank you very much. You have been incredible. We could not have done this without you. So okay. Thank you. You're welcome. You're fabulous. Thank you, Bushra. Thank you so much. You're welcome.